لكما ولكل مشاهدي الشروق منك. إذا أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام، مازلت في الأول، مرحبا بكم أنا في هذا العدد الجديد من ضيف المورنينج. اليوم الحديث عن الصناعة وعن مستجدات هذا القطاع يجب التركيز عليه بشكل كبير، لأنه هو المنجى من خواطر النفاد المالي في الجزائر. أسعد باستضافة السيد عبد العزيز قند، مدير عام تنافسية بوزارة الصناعة. صباح الخير. صباح الخير بلال، وشكرا على الاستضافة. شكرا على قبول الدعوة. أولا كنت سأبدأ معك بمخرجات مجلس الوزراء، واللي كان فيه حوالي 9 أو 7 نقاط خاصة فقط بقطاع الصناعة، ولكن لا بأس أن نبدأ بآخر القرارات التي تم اتخاذها بوزارة الصناعة على أساس أنه يسمح باستيراد الآلات المستعملة من الخارج أو اقتناء إذا صح القول. بسم الله الرحمن الرحيم. بالفعل فالصناعة هي قطاع معول عليه يعني للدفع بعجلة الاقتصاد الوطني، كما يعني تذكروا في جلسات الصناعة التي نظمت في نهاية السنة الماضية، يعني في ديسمبر الماضي، كان رئيس الجمهورية يعني ألح على أنه قطاع الصناعة يجب أن يساهم بقدر كبير في الناتج الوطني الخام، وحدد النسبة ب 15%. ومنذ ذلك الوقت يعني أدرجت وزارة الصناعة في برنامج عملها وفي استراتيجيتها هذا الهدف كهدف يعني يجب أن نصل إليه. وبالتالي وجب علينا يعني أن ندرس كل الوضعيات، كل نبحث عن كل الحلول التي تواجه الصناعة الجزائرية حتى تتمكن من الانطلاقة من جديد. فمن بين الحلول يعني لتعزيز أداة الإنتاج الوطني، الأداة الوطنية، الأداة الصناعية الوطنية، أنه المصنعين أو الصناعيين المنتجين بصفة عامة للسلع والخدمات يمكنهم أن يستوردوا خطوط إنتاج مستعملة في بلدان أخرى لشان دو برودكسيون. هذه الخطوط قبل أن تستورد يعني يجب أن تكون قد جددت، يعني تغيير كل الآلات أو كل يعني الأجزاء التي بلت أصبحت بالية يعني. وبالتالي فهذه الخطوط تجدد، وهذا التجديد يجب أن يوثق يعني بقرار أو بتقرير عفوا من خبير في المجال. عندما يؤكد ويمضي هذا الخبير على أن هذه سلسلة الإنتاج قد جددت بالفعل ويمكنها أن تنتج لسنوات أخرى، فالملف يطرح يوضع لدى وزارة الصناعة وتمنح رخصة لاستيراد أو جمركة هذه الأداة أو سلسلة الإنتاج. خليني توقف فقط معك في هذه النقطة. بدأت كانت عندنا سوابق في الجزائر للأسف، وين كنا نشريو ربما ماكينات قديمة وآلات قديمة من الخارج، وهناك حتى الآن قضية على مستوى العدالة فيما يخص هذا الأمر. كانت أموال تخرج من الجزائر بالعملة الصعبة، أموال كبيرة، في حين الماكينات هذيك ما تسواش تلك الأموال. هل ما درتوش حسابكم لمثل هذه التعاملات، مع العلم أنه نحن مع تبسيط كل الإجراءات ولكن الحفاظ على المال العام والحفاظ على العملة؟ بالفعل فيعني هذا نظام جمركة الخطوط الإنتاج المستعملة أو التي تم تجديدها هو ساري المفعول يعني منذ 94، ونظم يعني بمقتضى أو أقر بمقتضى بعد أحكام قوانين المالية في 94 و2010. وبالرغم من هذا يعني فلاحظنا أنه هناك بالفعل تجاوزات، و للحد من هذه التجاوزات، للحد من جعل هذا يعني هذا النظام ك يعني مبرر
تهريب الأموال، تهريب العملة الصعبة لهم للجزائرية. فعاود يعني رجعنا هذا النظام بحيث أنه ما نمنعش المنتج أو المصنع من حقه في تعزيز يعني أداة الإنتاج، ولكن في نفس الوقت يعني نضمن أنه هذه العملية تتم يعني بكل شفافية، وتتم يعني بما تستحقه من تحويل للعملة الصعبة. يعني منذ إرساء هذا النظام يعني خاصة بعد من 2017 إلى 2019، فيعني لاحظنا استيراد حوالي 50 أو 51 سلسلة إنتاج مجددة أو تم تجديدها، وكلفت حوالي 11 أو 12 مليون دولار يعني ككل يعني العملية. من 2014 لـ 2017 لـ 2019. قبل هذا كانت يعني هناك أيضا حوالي استيراد حوالي 100 سلسلة إنتاج. يعني القول بأن يعني ليس هناك يعني استقدام يعني مكثف لهذه، يعني المصنع الجزائري يكون في احتكاك مع المصنعين في 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 الدول الأخرى يعني في الخارج، وعندما يجد يعني فرصة ل أن هناك مصنع تخلى عن سلسلة إنتاج أو أراد تجديد آلاته، فيدرس إمكانية يعني استيرادها، خاصة وأنها يعني تكون بأسعار جد يعني معقولة مقارنة بالسلاسل الجديدة، وبالتالي فهذا يسمح للمصنع بأنه يمتلك أداة للإنتاج. فعند تجديدها يمكن أن تزيد في عمر استعمالها 10 سنوات 20 سنة، يعني حسب يعني الحالات وحسب النشاط الصناعي المعتمد. وإذا لاحظتم فالقانون أو يعني النظام المؤثر لهذه العملية هو المرسوم التنفيذي 20312 اللي اتخذ في 15 نوفمبر 2020. فأخيرا عاود يعني صدر عليه عدة أو تعديلين، تعديل في 21 وتعديل في حاليا في 22، لكي كل هذه التعديلات اللي تسمح لنا يعني بجعل توازن بين حق المصنع في استيراد أداة إنتاج ولو كانت مستعملة، وحق الدولة في السهر على يعني حماية المال العام بصفة عامة. نعم، إذا نروح إلى النقاط اللي جات في مجلس الوزراء. رئيس الجمهورية أمر وزير الصناعة سيد زغدار بمباشرة فورية لإحصاء المنتجين في الولايات التي تعرف حركة صناعية قوية. ماذا يقصد الرئيس من خلال هذا الإجراء؟ والله هذا يعني بعد يعني مداخلة قدمها السيد وزير الصناعة في مجلس الوزراء الذي أقيم أمس، في اجتماع أمس لمجلس الوزراء. المداخلة تتعلق يعني بشعبة الصناعات الكهربائية. هذا يدخل يعني في إطار نشاط العادي واستراتيجية وزارة الصناعة للنهوض بالصناعة الجزائرية شعبة بشعبة. فيعني إذا تذكرت في لقاء سابق يعني ذكرنا بأنه من استراتيجية وزارة الصناعة أنها سوف يعني تقوم بدعم وتنشيط وهيكلة كل الشعب الواعدة، يعني التي الشعب الصناعية التي تسمح بنمو اقتصادي، تسمح أيضا خاصة بإعادة الاعتبار للمنتوج الجزائري وسد طريق أمام يعني المنتوجات أو الغزو المنتوجات الأجنبية بمختلف أنواعها وبمختلف يعني مستويات جودتها، وأيضا في إطار يعني تجسيد هدف جعل الصناعة كيعني قاطرة للاقتصاد الوطني،
نحاول أن نجعل من هذه الشعب الواعدة شعب مصدرة يعني بأكبر تقدير. وبالتالي فتمت يعني هناك تم هناك عمل يعني مع تقريبا كافة الفاعلين في شعبة الصناعات الكهربائية، من منتجين، من موزعين للطاقة الكهربائية، ومن منتجين لأبسط يعني الأدوات التي تستعمل يعني في 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 مجال الكهرباء. لاحظنا أنه هناك يعني كم هائل من المنتجين، لاحظنا أن هناك يعني طاقة وطنية للإنتاج، وبالتالي أخذت وزارة الصناعة على عاتقها، وهذا دورها، أن تنظم هذه الشعبة حماية المنتجين المحليين، حماية المنتج المحلي وتنشيط الشعبة حتى تسمح بخلق يعني تكامل بين كافة المنتجين. يعني هناك الشعبة يعني متشعبة وهناك تداخلات كثيرة، كل واحد يحتاج حاجة من الأخر. بالفعل فهناك يعني منتجين الكهرباء يحتاجون نوع معين من آلات من قطع الغيار، فهناك شركة لإنتاج توربينات مثلا في باتنا، جنرال إلكتريك الجزائر توربين، من عندكم عند وزارة الصناعة فاكتوري وآلات غدارة. على كل حال فهي شركة لإنتاج الكهرباء لإنتاج توربينات تسمح بتجهيز محطات إنتاج الكهرباء. محطات إنتاج الكهرباء يجب عندما تنتج الكهرباء يجب نقل هذه الكهرباء، وبالتالي يجب هناك استعمال كوابل، استعمال يعني عدة أجهزة تكون في ضغط عالي، وبالتالي قبل أن يستعملها المستعمل النهائي يجب تخفيض الضغط، فهناك أيضا محولات يعني كهرباء. هذا التكامل ممكن، ولاحظنا أن هناك بعض المتعاملين الاقتصاديين تمكنوا من وضع منتجاتهم على في السوق الدولية، ولذا أصبح لزاما عن الدولة أن يعني أن تقوم بها بواجبها من حماية المنتج الوطني، من دعمه وتشجيعه للتصدير، والعمل على أن تكون هذه الشعبة متكاملة بالفعل، وذلك لرفع تنافسيتها. يعني عندما نشتري معا، كل واحد يشتري يعني شيء أو منتوج لوحده من جهة معينة، فالأسعار تختلف وتتبين. نعم، في نفس الوقت أنا ما أتفق معك في هذه النقطة. احنا في الجزائر يقول لك كاين منتجين محليين، ونتمنى احنا يكون هذا الانتاج المحلي، ثم بعدها مباشرة يتم منع استيراد هذه المواد ليقوم المنتج المحلي برفع السعر اكثر مما الذي كان يتم استيراده. وهذه اصبحت في الجزائر للاسف عادة سيئة من طرف سواء المنتجين المحليين او الباعة. او اليوم قال عندنا هذه المادة راهي متوفرة عندنا، نقدروا نصنعوها في الجزائر، أو نقدروا ننتجوها في الجزائر، أو نقدروا نزرعوها في الجزائر، يتم منع بموجبها الاستيراد، يكون السعر منخفض، لما يكون وحده في السوق حتى السعر يلهب. والله هذه قوانين السوق. على كل حال راك يعني بسطت الامور بطريقه، ولكن الامور لا تتم يعني بهكذا يعني ببساطه. انا نتكلم لك على الواقع، الواقع لا نتكلم على الواقع. انا ايضا هو كل دوله تتكلم على الواقع سي بلال، فانا ايضا جزائري مثلك مواطن، واذهب الى السوق واعطى يعني لدي يعني معطيات ولاحظ الواقع. يعني عندما نشجع منتوج معين أو شعبة معينة فهذا يعني شيء عادي، وهذا ما هو مطلوب يعني من منطق من الدولة، أنه تشجع منتجيها، تشجع منتجاتها، وتحاول يعني تجعلها تغزو كافة الأسواق، يعني تحفظ السوق الوطنية وتغزو أسواق خارجية. جيت تقول لي الآن أنه هناك إنتاج أو منتوج معين وبعدما يعني يكون في وفرة يمنع استيراد، هذا خطأ يا سي بلال. فمنع الاستيراد ما يكونش يعني بهذه البساطة وهذه السهولة. لا مش نتكلم على البساطة، ولكن نتكلم على معطيات. المعطيات لا اسمح لي، منع الاستيراد أنه
ما يخفلكش بأنه عندنا يعني علاقة تجارية مع الاتحاد العالم، الأوروبي. نعم مع الاتحاد الأوروبي، مع الاتحاد الإفريقي، مع جميع الدول العربية، يعني مضينا اتفاقيات عندنا. والمنطق ما يعني أنه بتشجيع هذه السلع لا يكون بغلق السوق وجعلها يعني جعل المنتجين الوطنيين نعطيهم يعني احتكار. احتكار، هذا خطأ. فالطريقتين الوحيدتين يعني اللي بقاو يعني مسموح بهم في حماية المنتج الوطني هو يعني إضافة يعني الرسوم الجمركية رسوم والضبس. رسوم الضبس الرسوم الجمركية من جهة، وبعض الرسوم إضافية. وهذه الرسوم الإضافية كما سميتها دابس، يعني دابس فمعناه هي رسوم إضافية مؤقتة مؤقتة للحماية، يعني نعم. لتحمي المنتوج، نحميه به ما يموتش ولكن ما نقفلوش السوق، فهي أيضا مؤقتة 3 سنين على أكثر تقدير. والطريقة الثانية لحماية المنتوج الوطني هي ما يسمى ب التنظيم التقني، اللوائح الفنية ولا اللوائح التقنية هي اللي تسمح بحماية المنتوج الوطني، أن هذه اللوائح تحدد نوع من تحدد يعني قائمة من العناصر على يجب أن يحترمها تكون تتوفر في المنتوج، وأن يحترمها المنتوج، وتكون يعني مطبقة على المنتوج المحلي والمنتوج المستورد. هذه الطريقتين فقط يعني الوحيدتين لحماية السوق. وحنا يعني في وزارة الصناعة ومع الزملاء في قطاعات أخرى يعني كل ما يعني كانت هناك يعني داع لحماية منتوج، فأول شيء نفكر فيه هو هذه اللائحة الفنية، حتى يعني ما نعطيش يعني الفرصة أو ما نخليش المنتج الجزائري انه يجري وراء السهوله يعني ويسمح لنفسه بالرجوع يعني او بالهبوط بمستوى جوده منتوجه لدرجه معينه. فنحميه داكور، نعم متفق معك، لكن ما نشجعوش على الكسل، ما نشجعوش على التراخي، خاصه فيما يخص جوده المنتوج. انا نحميه باش نعطيه فرصه باش كما نقولوا يوقف على رجليه، يمتلك يعني قوه ويمتلك يعني خبره وقدره تنافسيه، باش يروح يحارب يعني منتوجات اخرى في الخارج. وهذا لما نتكلموا مع المنتجين المحليين على الاقل كإطار، نتكلم كإطار حكومة أو كإطار سلطة، قال معليش أنا نحميك ونخلي لك السوق ونعاونك ونوقف معك على أساس أنك أنت ما تبداش تطلع في الأسعار، لأنه قلت لك حاجة جربناها في قند وأنت كمواطن جزائري وتنزل للسوق، وعلى بالك بلي كثير من الأمور يمنع على الأقل تنشر عبر أو في القنوات، قال منع استيراد المادة الفلانية، غدوة إن شاء الله ينوض صاحب المصنع ولا صاحب المنتج يزيد في السعر دياله، لأنه هذه الأمور كذلك يجب تنظيمها على الأقل. نحميه المنتج المحلي في نفس الوقت نحميه المواطن ثالث. لا، هذه الأمور منظمة يعني، فهناك يعني قانون المنافسة، هناك قوانين يعني تخص الممارسات التجارية، فما هيش غابة يعني من هب ودب يعني، في يوم يقوم صباح يزيد أسعار ينقص أسعار، فهناك فعلا ضوابط وهناك مصالح مختصة تسهر على أن تكون، إذا يعني استثنينا المنتوجات وين الأسعار مقننة فهذا يعني ممنوع منعا باتا أنه الأسعار ترتفع، إلا إذا كان هناك نص تنظيمي يمكن من او يسمح برفع السعر. اما باقي يعني اسعار باقي المنتوجات فهي تخص فعلا قانون العرض والطلب، ولكن اذا كان لوحظ يعني هناك اختلال في السوق فهناك مصالح. كي قلت لك هكذا سي قلنا على بالي هناك قانون العرض والطلب والتاجر حر وكذا، لكن انا كوزاره الصناعه نحكم المنتج هذاك نقول له هنا نحميك يعني في ظهرك، ولكن في نفس الوقت انت ما تضربش المواطن في ظهره. هذا هو بطبيعه الحال بسطوها يعني حتى تكون بسيط. قال انا نحميك انت باش ما يجيش واحد يروح يجيب كونتينال يخلص ويجي لهنا ويربح عليك، اللي انت عندك عمال وعندك الماكينات وعندك تخلص ضرائب وتخلص كذا وكذا،
ولكن في نفس الوقت انت ما تضربش المواطن في ظهره. انا هذه النقطه اللي حبيت تكون على الاقل بطريقه ربما تعاقديه مع المنتج. بالفعل، ف يعني اولا وقبل كل شيء فالدوله يعني من واجباتها الاولى انه تسعر بالفعل على راحه المواطن، على انه يمكن تمكنه يعني من 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 الوصول الى قضاء حوائجه مهما كان نوعها، يعني بطريقه اللي تمكنه يعني من العيش الكريم. فهذا يعني امر مفروغ منه، وحنا قلنا اذا ساعدنا المنتج والمنتجين والصناعيين بصفه عامه فلنساعدهم لخلق الثروه، لخلق الرخاء اللي يمس الجميع، وليس يعني أنه نجعل منهم أغوال أو غول لالتهام القدرة الشرائية للمواطن. للأسف هكذا تسير الأمور، وربما في بعض المنتجات، لكن الدولة بالفعل فهي تتدارك الأمور عندما نعم. من بين قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتوصيات مع وزارة الصناعة، توقيف نهائي لتصدير النفايات الحديدية بدءا من نهاية مارس المقبل وتوجيهها نحو السوق الوطنية لدعم الصناعة، ريثما يتم ضبط السوق وفق دراسة عميقة للصادرات والواردات في هذا المجال، يقول رئيس الجمهورية. صحيح، هذا أيضا موضوع يعني تم يعني دراسته في إطار يعني تشاوري بين القطاعات المعنية، فتصدير المنتجات القادمة أو المنتجة من المتحصل عليها من رسكلة المواد المعدنية، فأمر يعني تصدير مشروع للمصدرين، ولكن أيضا هناك إنتاج وطني يحتاج إلى هذه المواد كمواد أولية، كمدخلات لإنتاج بعض المواد الأخرى. إذا مثلا تكلمنا منذ قليل على شعبة الكهرباء، فشعبة الكهرباء تحتاج إلى مادة النحاس مثلا لإنتاج كوابل، لإنتاج بعض التجهيزات. مادة النحاس نحتاجها في 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 أيضا في بعض الشعب الأخرى، وبالتالي وجب على الدولة أن تسهر يعني على أن يكون هناك توازن بين العرض الموجه للإنتاج الوطني وبين التصدير للمنتوجات. فالتصدير على يعني أساس التصدير مهما كان كلفة هذا التصدير يظهر لي أمر غير معقول يعني اقتصاديا. وبالتالي فنصدر الفائض، نصدر الشيء اللي ما يعني ما يكلفنيش كثير. هاد المواد كامل المورسكلة يعني نصدروها ومن بعد حنا نستوردوها، ومن بعد تصدر منتوج مماثل بضعف السعر او اكثر. ايضا فهذه المواد يعني عندما تسهر فهي نفايات معدنيه من كافه، تاتي من عده يعني مناطق ما نعرفش يعني على يعني لا تراسابيليتي تاعها، يعني سيرورة اقتنائها حتى تصل إلى الفرن لسهرها. هذا الفرن فهو يعني يكلف طاقة، يعني فهو تستعمل فيه طاقة كهربائية مدعمة. إذا نصدر منتوج مدعم يعني باستهلاك كبير للطاقة، يجب أن نحسب الأمور ونحافظ على يعني منع التوازن. نفهم منع تصديرها النفايات الحديدية، في نفس الوقت منع استيرادها، يعني حتى الناس اللي كانت تستورد تعود لازم تقتني على الناس اللي تخدم محليا اللي كانت تصدر. فعلا فهناك حلول ايضا لضبط هذا السوق، اذا يعني سميناه بسوق المواد المعدنية، انه مثلا نقدر ننشئ بورصة لهذه المواد، وهذه فكرة يعني تم تداولها في النقاش عندما يعني درسنا هذا الملف. بورصة لكافة المواد، المنتجين للمواد المرسكلة يعرضوا منتوجاتهم، والمستعملين لهذه المواد يقتنيوا من عندهم. يعني إذا كان هناك عرض وطني فهذا يعني يعطي أيضا الحق للدولة أنه ترفع يعني رسوم استيراد هذه المادة كيف لا دبس
بالفعل ما نقدرش نستوردوا حاجه دابس من كاينه الحل كاين، ما نقولوش لا دابس فقط، ولكن يعني ميكانيزمات المتاحه في مجال التجاره الخارجيه وفي مجال يعني كل ما هو يعني اجراء يمكن من الحفاظ على ثروه الجزائريين من العمله الصعبه، ويمكن ايضا الصناعه الجزائريه والاقتصاد الجزائري بصفه عامه انه يتحرك، انه تكون فيه هناك ديناميكيه للانتاج للتصدير بالدرجه الاولى فعلا، ولكن ايضا للحفاظ على كافه يعني ليزانتيري، كافه ليزانتيري نتاع الجزائر والجزائريين. نعم سي عبد العزيز قند، نروح الى موضوع اخر. كان هناك تصريح في ضيف المورنينغ حول على الاقل بدء في استرجاع بعض المؤسسات الصناعيه التي كانت ملك لرجال الاعمال، الان متواجدين على مستوى العداله. الامر هذا تطرقنا له، وتطرقنا حتى لاليات. انا يهمني الان نسالك، وانت مدير عام تنافسيه في وزاره الصناعه، نقطتين. النقطة الأولى، هل ستعود هذه لما تعود إلى وزارة الصناعة هكذا الشركات، وزارة الصناعة مش راح تديها باط، راح تخلص الخزينة العمومية، هل هذه الشركات راح تعود تولي والعمال ديالها، أنا يهمني أكثر العمال اللي كانوا يعملوا يتم استرجاعهم أو عودتهم إلى أماكن عملهم. ثانيا، هل ستبقى هذه المصانع في مستوى الانتاج ديالها اللي كانت عليه سابقا؟ والله يعني هذا سؤال يعني سابق لاوانه، هكذا ليس في سابق لاوانه، ولكن يعني ربما ما عندي صلاحيات كبيره انه اخوض فيه، لكن سطحيا تهرب لي دائما من بعض الاسئله. والله ليس تهربا من الاسئله، ولكن سطحيا ليس سطحيا، يعني نحاول نجاوب يعني بقدر ما تستحقه يعني الاسئله من اجابه، وبقدر ايضا ما املكه من معلومات حول الموضوع. فانت ذكرت بانه هذه ملفات يعني شركات اللي على مستوى القضاء. نعم. اولا قبل ما يتحرك اي 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 اداره او اي مسؤول، فيجب ان ننتظر قرارات العداله. يعني عندما تكون قرارات العداله قرارات نهائيه وتفصل فيها وتحدد الوجهه يعني نتاع رؤوس الاموال اللي في هذه الشركات، وهذه الشركات اذا استرجعتها يعني الخزينه العموميه، فهنا يبدا دور الحكومه ودور مثلا وزاره الصناعه. الشيء اللي نعرفه يعني والشيء اللي بديهي والشيء اللي نسهروا عليه انه ما نكرروش يعني غلطات ربما سبقت، فمصادره شركات كان يملكها خواص لأسباب يعني قضائية، فالعقل يقول أنه يجب أن نحافظ على أداة الإنتاج، ويجب أن نحافظ على مناصب الشغل. إذن فالعقل يعني يقول بأننا يجب أن نجعل من هذه الشركات أو تكون يعني تسترجع نشاطها، تسترجع انتاجها لكي تساهم يعني في الاقتصاد الوطني بصفه عامه. نعم، ده فيما يخص هذه الشركات. ودائما سي عبد العزيز قند عمره ولا في سؤال بطريقه ذكيه كي الحوته، يعني ما نقدرش نحكمك في مثل هذه الامور، مع العلم انه اعلم ان عندك معلومات على الاقل في هذا الامر. معليش، لرغبه لك اتجاوز هذا السؤال او تجاوز التعمق في هذا السؤال. معليش يعني ليست رغبة مني في تجاوز السؤال، او ولكن يعني جاوبتك على ما املك يعني من معطيات. معليش، نروح الى معطيات اخرى على مستوى القطاع الصناعي في الجزائر. كانت هناك مؤسسات، شفنا وزارة الصناعة لأول مرة تكشف أمام رئيس الجمهورية، أمام الولات، أمام باقي القطاعات الوزارية وأمام الشعب، أنه كانت هناك مؤسسات معرقلة، نديروا النصب على قاف، يعني تم عرقلة الاستثمارات ديالها لسبب او لاخر، مشات
بقرار من رئيس الجمهورية أنه يتم رفع كل هذه العراقيل؟ إلى أين وصلنا اليوم؟ والله هي العملية كما قلت لك، فكل ما هو ما يمكن يعني من تنشيط القطاع الصناعة والقطاع الاقتصادي بصفة عامة فهو مرحب به. وهناك لوحظ أن هناك مشاريع متوقفة لأسباب إدارية، فتمت يعني وزارة الصناعة استحدثت يعني لجنة للنظر في هذه الملفات أو المشاريع بصفة عامة، وكان يعني يعني امتثالا لأوامر رئيس الجمهورية، فكانت هناك حلول للمشاكل العالقة. يعني عندما نقول عرقلة فربما يكون هناك أمر إرادي، ولكن في أغلب الأحيان كانت أمور إرادية. والله أنا لا أملك يعني المعطيات باش نقول لك أمور إرادية، ولكن المشكل أنه هناك مشروع معطل، والعقل والواقع الاقتصادي الوطني يقول بأننا يجب أن نستعمل كل الإمكانيات. فتمت دراسة المشاريع يعني مشروع بمشروع، والحمد لله هذه المشاريع أغلبها يعني تم إعادة بعثه، والعملية متواصلة يعني للنظر في كل المشاريع اللي ما زالت معطلة أو لم تجسد بعد. نعم، فيما يخص الصناعة التحويلية سيد عبد العزيز قند، هذا كان مشروع تاع الدولة، الفلاحين خدموا، ولكن في بعض الأحيان يلقاو السلع ديالهم تنرمى. دائما نتكلموا على الصناعة التحويلية، أين الخلل هنا؟ هل المستثمرين الخواص ما كاش اللي راهو ماشي في هذا التوجه؟ هل هناك حقيقة بلوكاج من طرف السلطة فيما يخص هذا الملف؟ ونراه الإشكال صناعة التحويلية، لأنه نشوفه في العالم كله الآن صناعة التحويلية عندها مدخول كبير من الأموال. والله الصناعة التحويلية يعني بالخصوص ذكرت يعني الفلاحة، إذن فالصناعة التحويلية يعني اللي تخص المواد الفلاحية، فأنا في معلومي أنه هذا الشعبة الصناعية يعني يعني شعبة تسير فيها الأمور يعني بطريقة يعني أو بشكل عادي جدا، ولكن مش مستوى السوق الوطنية مازالها تستورد مثل هذه الصناعة التحويلية أو مثلا مواد المحولة. المواد المحولة مثلا يعني أعطيني مثال على الأمور، لكن الأغلب يعني الحاجيات الوطنية من تحويل المواد الفلاحية فهي مضمونة. يعني هناك مثلا إذا ذكرنا الطماطم، ذكرنا المعجون يعني من معجون الفواكه، يعني عدة فواكه فهي مسترجعة. إلى مثلا بقيت إلى مثلا درك يعني تلح على الزيت والسكر والدقيق، فهذا بالفعل وهذا يرجع لانعدام يعني أو لقلة الإنتاج الوطني لتلبية حاجيات السوق أو حاجيات الإنتاج الوطني. فتبقى هي أيضا مواد مستوردة بالعملة الصعبة، ويجب أيضا هنا ليس التقليص من أجل التقليص، ولكن الحفاظ على هذا التوازن ليسمح بتموين السوق بصفة عادية، ويعني بجعل وفرة المنتوجات أو بجعل المنتوجات متوفرة وفي متناول يعني أغلب المواطنين، ومن جهة أخرى الحفاظ قدر الإمكان على قدراتنا الشرائية في الأسواق العالمية. ربما كم تلاحظوا في باللي ارتفعت الأسعار تقريبا، أسعار كل المواد ارتفعت، أسعار النقل الشحن يعني إلى بلادنا، فبالتالي يجب أن يكون هناك فعلا نوع من العقلنة في استعمال هذه الموارد. والدولة يعني هناك عدة أجهزة لتشجيع الفلاحين على إنتاج المواد الفلاحية أو مواد فلاحية معينة، وأيضا
تشجيع شعبة صناعة المنتجات أو تحويل المنتجات الفلاحية. الحمد لله يعني هذه شعبة يعني أغلب المتدخلين خواص وشعبة يعني تسير فيها الأمور بشكل عادي، يعني طلب العرض والطلب أمورات ربما كانت هناك أخطاء في الماضي فيما يخص يعني وضع أداة الإنتاج أو أداة التحويل في اختيار المناطق، ولكن هذه أمور أيضا يمكن تداركها والاستثمار في هذا المجال يعني مفتوح والتشجيع موجود يعني، والدعم بكافة أنواعه يعني معنوي مادي موجودة. أيضا لا أرى يعني مانعا أنه هذه الشباب تزدهر وتتطور. نعم، إذا ما دام تكلمت على المناطق، توزيع الصناعي عبر المناطق، هل وزارة الصناعة تراعي هذا الأمر مثلا بدلا أن نشجع فقط دير لي مصانع هنا في الشمال، قال روح للجنوب، روح للوثمون نعطيلك نسهل لك، روح حتى يتم ربما تشغيل أكبر عدد من الناس أو المواطنين؟ والله هو وزارة الصناعة يعني لو كان هي اللي جات تستثمر فربما تملك يعني كل يعني ال تستثمر وزارة الصناعة، ولكن من ما عندهاش مناطق، ما عندهاش مصانع ديالها. وزارة الصناعة لاعتقها اذا تشجيع الاستثمار، تمكين يعني المستثمر من القيام باستثماره في ظروف جيدة حتى يعني يدخل في الانتاج في اقل وقت ممكن، وتشجيع الاستثمار ايضا في مناطق معينه او يعني جعل نوع من الـ من الـ يعني الـ خلينا نقول نوع من الـ الامتيازات متباينة من منطقة إلى منطقة لتشجيع يعني فعلا المناطق. نعم. ربما ليست الوجهة يعني المباشرة للمستثمرين، وأيضا يعني تقليص الضغط على بعض الطلب على بعض المناطق الأخرى، لأنه ربما المستثمر يرى أنه في العاصمة أو في بليدة أو في يجب أن يضع استثماره هناك، فتخلق نوع من عدم التوازن بين يعني المناطق الجزائرية ونوع من المشاكل، يعني أنه في منطقة معينة تكون هناك كثافة لصناعات معينة وفي مناطق أخرى إلا إذا يعني كانت تواجد الصناعة هذه بحكم طبيعة معينة كمنجم مثلا، لا يمكن أن نضع منجم في منطقة إلا إذا وجدت يعني الثروة المعدنية المعينة. خلينا نروح لكلا المؤسسات. ولكن هناك فعلا يعني سياسة توجيه الاستثمار حتى نتدارك يعني التباين بين المناطق، ونتدارك أيضا ضعف حلقات الملاحظة في سلسلة القيم لبعض الشعب الصناعية المعينة، فهناك يعني نحث احنا المستثمرين على انه يستثمر هنا او هناك. نعم. يكون احسن للمستثمر وللاقتصاد الوطني بصفة عامة. نعم، نروح الى المؤسسات العمومية. شفنا انه كان تعرف ركود وما زال هناك من تعرف ركود وفشل وكذا وكذا، وكان اللي عندها ماكينات قديمة، هل راح تقتنيوا كمؤسسات عمومية هذه الماكينات من الخارج؟ ثانيا، او هل ماذا سيكون مآل الماكينات اللي متواجدة الان في الجزائر؟ والله المؤسسات العمومية تبقى مؤسسات صناعية كأي مؤسسة يعني، ولها حرة، هي في فعلا هي مؤسسات عمومية لأن رؤوس أموالها يعني من الخزينة العمومية، لكن تبقى التسيير والتوجيه يعني استراتيجية التي تنتهجها المؤسسة للتواجد يعني في النسيج الصناعي والاقتصادي من صلاحيات مسير المؤسسة ومن خاصة مجالس إدارتها. ويعني لا أرى أنه من واجب الدولة أنه ترجع يعني تملي على هذه المؤسسات ما يجب فعله لإعادة بعث نشاطها. المنتظر من هذه المؤسسات أنها تكون هناك ديناميكية في نشاطها،
تبقى هي حرة في اختيار يعني الاستراتيجية والطريقة التي يمكن بها أن تسترجع مكانتها في السوق وتسترجع يعني بريقها بصفة عامة. فوزارة الصناعة عندها يعني الفيزافي يعني النظرة، ليس النظرة ويعني متابعة، أنه لنا لنا مؤسسات صناعية جزائرية من واجبنا نشجعهم، من واجبنا نرافقوا اللي يحتاج المرافقة، ومن واجبنا يعني العمل على أن تبقى كافة المؤسسات رائدة سواء كانت يعني عمومية أو خاصة. وبالفعل فالمؤسسات العمومية يعني وزارة الصناعة حاولت أنه تعمل على أن يكون هناك حوكمة عقلانية مانجمنت يعني يعني كي مانجمنت يتلائم يعني مع الظروف الاقتصادية الحالية. نعم. ويعني قلت كثرة يعني المنافسة في السوق. نعم. سيد عبد العزيز قند، مدير عام التنافسية بوزارة الصناعة، كنت ضيفنا عزيزا على ضيف المورنينج. تطرقنا إلى العديد من المواضيع، خاصة مخرجات مجلس الوزراء وقرار وزارة الصناعة الأخير المتعلق بجلب أو السماح باستيراد الماكينات المستعملة من الخارج وفق ضوابط وقوانين تؤمن عدم تهريب الأموال كما حدث في وقت سابق، وهذا ما نتمناه لا نرى مستقبلا قضايا في العدالة ب موجب هذا القرار أو ربما تحجج بهذا القرار. شكرا لك سي عبد العزيز. الله يبارك فيك. إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا عدد اليوم من ضيف المورنينج، على أمل أن ألتقي بكم غدا إن شاء الله في نفس الموعد على نفس القناة. ما بقى لي إلا نقول لكم كالعادة، دام الله عز الجزائر حفظ أمنها وسترى شعبها. إليك أو إليك فريال محمد. شكرا لك بلال ولضيفك على هذه المعلومات. نعود إليكم مشاهدينا استكمال المورنينج، إذن إلى غاية 10:15 بتوقيت الجزائر تعود وتلتحق بنا وسام طيباوي لتقديم موجز أهم الأنباء. أهلا بك وسام مجددا. أهلا بكم.